الأزمة أنت حكيت لي عنها أكثر من مرة، قلت ترى أنا جايينها للأسف الشديد، يبدو أن بأسرع مما ما التوقعات. نأخذ أربط بما ختم به سي حمدي، يقول لك ثم عجز الدولة عن الاستيراد، هنا مربط فرس. هي أزمة، أزمة الخبز، أزمة المواد الأساسية، هي ليست سياسية، هي أزمة مالية العمومية، والوضع الاقتصادي وتأخر في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم القدرة على توفير تمويلات. وصلنا للمرحلة هذه، يظهر لي من أو أن الحظر حاضرين أن أو قلوبنا، سواء كان الاتفاق مع الصندوق الدولي أصبح هو الحل الوحيد، وليس الحل الوحيد لخروجنا من الأزمة، لا، الحل الوحيد باش نجموا نتنفسوا شوية ونخرجوا للأسواق المالية. أزمة الخبز الآن هي أزمة وشح في مخزون العملة الصعبة. الدولة عاجزة تماما الآن عن توريد المواد الأساسية والمواد الصحية. إذا اليوم لقينا أزمة في الخبز، غدوة راه باش نلقاو أزمة في بقية المواد، خاصة تزامنا في الفترة هذه استعمال موارد بالعملة الصعبة، مخزون العملة الصعبة لدفع القروض. وذي في الشهر هذا يتسمى حتى شيء، ما زالش عندنا شهر جوان اللي فيه برشا استعمال مخزون العملة الصعبة، وشهر أكتوبر، يعني هذه بوادر باش التونسي توا يحضر روحه، سواء كان نفسانيا انه يفهم الفترة القادمة على شنو وقام قادم على ما فماش خبز، ما فماش مواد غذائية، ما فماش مواد صحية، ما فماش محروقات، ما فماش طاقة، يعني هذه فقط البداية. لكن الرئيس السعيد قال في التصريح كنت تشوفوا فيه، قال إن الخبز هذه مسألة خط أحمر وستعالج في الساعات القادمة، تحدث بثقة. كيف ستعالج في الساعات القادمة؟ إذا كان ممكن تعطينا شي زير قرض كما صار قبل، أو نعود نلتجئ للبنوك الداخلية على خاطر ديوان الحبوب أصلا الفترة الفارطة باش يمول شحنات متاع الحبوب، يمول فيها عن طريق الاقتراض والسندات الرقاعية، عن اقتراض الداخلي قصير المدى. يعني البنوك اليوم يا إما باش تمشي تمول المؤسسات والمنشآت العمومية، أو باش تمشي تمول الدولة لتوفير نفقاتها الجارية أو تسديد الديون كما اللي صار توا، فما قرض بالعملة الصعبة تم إصداره من عند البنوك. يعني قعدنا في حلول، نلقاو في حلول اللي هي قصيرة المدى، اللي تنجم تخلينا جمعة أو جمعتين نرتاحوا نتفردوا ونعاودوا مرة أخرى نتيحوا في أزمة ما أكثر، وتزيد تعقد لنا الوضع أكثر وأكثر.